تم تنفيذ النهارده واحنا موجودين، اتنفذ رصيف بضايع رقم واحد ده، بضايع عامه ده 250 متر، وتنفذ رصيف بضايع عامه رقم اثنين ده 1000 متر، وتم البدء في رصيف اخر متعدد الاغراض 915 متر، ورصيف صب جاف 500 متر، ورا الرصيف البضائع العامه ده حاجز امواج شرقي عشان يامن الحوض ده، الميناء فنم ده في حوض القديم الثاني الثالث، الحاجز ده عشان يامن الحوض ده، الحاجز ده عشان يامن الحوض ده، الحاجز الشمالي اللي هو الرئيسي ده اللي اصبح طوله دلوقتي 1250 متر بنمده كمان بطول 1200 متر عشان يبقى الحاجز ده يامن كل الحوضين مع بعض. لما ده ان شاء الله المرحله المستقبليه لما تتعمل هنعمل الحاجز، الحاجز ده معانا عشان تبقى كل احواض ميناء العريش كلها مؤمنه. الحوض القديم ده هيتحول يا فندم الى سياحه يخوت، يبقى احنا عندنا سياحه يخوت بضايع، هنا رصيف بطول 1000 متر سميناه الرصيف السياحي بيتنفذ دلوقتي عشان الكروز والمراكب الكبيره و غير اليخوت. احنا عندنا سياحة اليخوت عبارة عن مراكب صغيرة داخلية او سياحة يخوت دولية بتطلع خارج المياه الاقليمية بتروح الى اوروبا وكل دول العالم، ثم الكروز، الكروز المراكب الكبيرة اللي احنا فنن دلوقتي هنا مستهدفينها في العريش. بننفذ دلوقتي رصيف ومحطة كبيرة جدا في شرم الشيخ، نفذنا وسادتك شرفتنا بالافتتاح لرصيفين ومحطتين، واحدة في سفاجة واحدة في الغرداء، عشان احنا رايحين يا فنن في اتجاه تعظيم سياحه اليخوت. بالمناسبه يا فندم وسيادتك واجهت التوجيه وفعلا تم تنفيذه، احنا دلوقتي يا فندم اي حد في العالم عايز يجي باليخت بتاعه بيخش على منصه قطاع النقل البحري على منصه سياحه اليخوت، يقدر بالكارت او بالجدول اللي هو بيقدمه خلال نص ساعه، خلال نص ساعه فقط بياخد تصديق بالدخول. كل الجزر يا فندم المصريه نسقنا مع القوات المسلحه وخدنا كل الجزر المصريه اللي موجوده في منطقه البحر الاحمر والبحر المتوسط اتحطت على سياحه اليخوت، اصبح بيدفع رقم واحد في مكان واحد وبياخد التصديق من مكان واحد في خلال نص ساعه. لو عايز يمد وهو موجود يمد في خلال رحلته، لو عايز يجي مره ثانيه خلاص هو متسجل بيجي مره ثانيه بدون اي وقت. خليني اتكلم بما انت اتكلمت على اليخوت، اقول للمصريين، لناس فاكره ان موضوع اليخوت ده موضوع طرف، احنا موجود في البحر المتوسط تقريبا 500,000 يخت، حصتنا فيهم يعني مش عايز اقول مفيش، يعني في دول تانية بتاخد 30% من الكلام دوت، وده حقها، اللي يشتغل يا كامل ياخد واللي ما يشتغلش وينام خليه نايم بقى. فانت عشان تعمل ده كان قبل كده مدة اليخت في مصر عشان قد ايه كامل؟ كان سيادتك لما يقعد ياخد تصديق 28 30 يوم. خلي بالكم اخر مره قالوا لي ده وزاره الاتصالات مش عارف بتاخد ايه، قلت لهم لا 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 صح، 30 دقيقه زي العالم ما بيشتغل. زي الايه؟ العالم كله ما بيشتغل. عشان ايه؟ انتوا بتتكلموا على تشغيل ناس، طب هتشغلهم ازاي؟ ما كانش يبقى عندك 20 30 مارينا مظبوطين زي على افضل انساق ومستويات المراين في العالم، وتدي له نفس الاشتراطات اللي هو بيشوفها في اي دوله تانية. ازاي يعني هتاخد ازاي وتشغل ناس في الموضوع وتدرب وتعلم ناس ما كانتش عندها الخبره اللازمه للشغلانه دي؟ فطب في العريش اللي كان الميناء القديم المثلث دوت، عشان اعمل ده كله وما الاقي فيه ظهير يعني ناس موجوده، فنعوضها مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم، نعوضها. وانا بقول لهم هم دلوقتي سامعيني، احنا مش بنعمل ده ضدكم، احنا بنعمل ده لاجل بلدنا ولاجلكم ان شاء الله، عشان تلاقوا شغل ان شاء الله ليكم ولاولادكم ومستقبل يليق بالعريش وكل سينا يعني ان شاء الله. بنعمل يا فندم دلوقتي 2.25 كيلو ارصفه 2250 متر عشان يصل اجمالي الارصفه لما نحط ال 360 اللي كانوا موجودين عندنا يبقى 3.6 بعمق 18 متر، ساحات تداول 2.25 كيلو متر مربع عشان يصل الى
تصل الى 4 كيلومتر مربع.